إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، أتمنى لكم وقتا طيبا مع هذه الأمسية الدينية بصحبة الزميل ثابت نور الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بها كل أمر في حياتنا الدنيوية كما ندخرها لحياتنا الأخروية، والحمد والشكر لله على نعمه وآلائه الظاهرة والخفية، وأعلاها أن جعلنا من الأمة الإسلامية وأرسل إلينا سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا خير البرية، وهدانا بفضله سبحانه لاتباع هديه والتمسك بالقرآن والسنة النبوية. ندعوه سبحانه أن يرزقنا الإخلاص في العمل وحسن النية، وأدخلنا الجنة يا ربنا، واحشرنا فيها مع سيدنا وحبيبنا محمد في الدرجات العلوية، واغفر لنا وتب علينا واعف عنا وارحمنا بحق ذاتك العلية. نشهد أن لا إله إلا أنت، لا شريك لك، فليست لغيرك ألوهية، ونشهد أن سيدنا محمدا عبدك ونبيك ورسولك وخاتم السلسلة النبوية النورانية. نصلي ونسلم عليه وعلى الآل والصحب والذرية وعلى كل من اهتدى بهديه وسار على دربه من الأمة الإسلامية. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان نرسل لحضراتكم أفضل وأجمل تحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فهي تحية الأمة الإسلامية، نحييكم بها من مسجد رمضان شفعي بكفر طحا بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حيث نسعد بحضراتكم من خلال هذه الأمسية الدينية التي يبدأها القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف بهذه التلاوة القرآنية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة، وكان تقيا. وبرا
وحنانا فأرسلنا
والسلام عليك.
لمثمر وإن أسفله لمغدق، يعلو ولا يعلى عليه ولا يخلق من كثرة الرد. عشنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة القرآنية للقارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف من خلال هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من مسجد رمضان شفعي بكفر طحا بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، والتي نستمع فيها الآن لكلمة الوعظ الإرشادية من فضيلة الشيخ الدكتور الشحات السيد عزازي من كبار علماء وزارة الأوقاف المصرية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بحمده تتم الصالحات وتفيض، وبشكره تكثر النعم وتزيد، وبفضله تتنزل الرحمات على العبيد. الأمر أمره، والملك ملكه، والحكم حكمه، والقضاء قضاؤه، والكل عباده، ولا يخرج شيء عن سلطانه. وأصلي وأسلم على النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا إلى آيات بينات من كتاب رب العالمين تبارك وتعالى، بدأ فيها القارئ الكريم من كلام ربنا الكريم رب العالمين تبارك وتعالى ينادي على العباد بعز الربوبية، فيصف كل عبد خضع بذل العبودية. فإذا دخلت على ربك بذل العبودية تجلى عليك ربك بعز الربوبية، فكساك من عزك عزة، ومن فضله فضلا، ومن كرمه فيضا. يتجلى الكريم على من اصطفى من المرسلين، فيجرد الأسماء لينادي على الأنبياء: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. نبي كريم يقف على باب مولاه يسأل الله فيضا من عطاياه. في سورة آل عمران: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض.
إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، فصار كبير الأنبياء خادما، والنذر الذي قبله الله مخدوما، فكأن النفس البشرية جاءت إلى زكريا، كيف وأنت كبير الأنبياء تخدم واحدة من النساء، فإذا به يدخل عليها ليجد فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، أنى لك هذا؟ هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لتعلم أن ربك تبارك وتعالى يخدم من شاء لمن شاء، ليعلم من شاء بمن شاء ما شاء. إن الله يرزق من يشاء، كلنا نعلمها بغير حساب. قليل من يعلم، وأقل منه من يفهم، وأقل منه من يعمل بما يفهم. زكريا عليه السلام يرى صبية تعلمه آية من آيات الله في الكون. إذا طاش الصواب وأخطأ الحساب، فقف على الباب وقل يا رب الأرباب، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، طاش منا الحساب فارزقنا بغير حساب. أتعجز أن تقول هذا لربك؟ أتعجز أن تقف على باب مولاك تقول يا من ترزق من تشاء بغير حساب ارزقنا بغير حساب؟ مريض يقول يا رب حار الطب والأطباء، وبيدك الدواء وعندك الشفاء، فمن علي يا من ترزق من تشاء بغير حساب. استعصى عليه العيال على كثرة المال، فسلك السبل جميعا، فإذا به يسمع العلي الأعلى يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. فإذا استعصت الأسباب بلغني الكبر وامرأتي عاقر، هذه الصبية قالت إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، يا من ترزق الأطفال بغير حساب ارزقني وأنا نبي بغير حساب. غير أنها لما اعتمدت على الله اعتمادا كليا كان العطاء من الله عطاء أوليا. أما زكريا فلما احتاج إلى تذكير وسط الله الملائكة للتبشير، فنادته الملائكة وهو قائم. أين كان قائما؟ قائم يصلي. لم يدع الله عند الضيق ثم عاد إلى شيطانه إذا أخرج الضيق. لم يدع الله عند قلة العيال فلما كثر العيال لعب مع العيال. لم يدع الله عند قلة المال فلما زاد المال مال مع المال ونسي ذي العزة والجلال. لم يدع الله عند ضياع المناصب فلما تولى المناصب قام فيها قاعد وناصب، وإنما نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. من يحيى؟ سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. يا رب سميته يحيى وأنا أسمي يحيى ليعيش في الدنيا ويحيى، فكيف بمن سماه ربه يحيى؟ لما سماه رب العالمين يحيى كان من قدر الله أن يدوم في الدنيا ويحيى، فشاءت إرادة رب العالمين أن تختم حياته بالشهادة، والله اختار للشهداء حياة عند رب الأرباب. فالله عز وجل لا يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا سماه الله يحيى. فلما كان صبيا آتاه الله الحكمة والحكم، لأن أباه لما دعا به هب لي من لدنك
ولي يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى أنى يكون لي؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم. يا مريم جاءك الوليد فما الآية؟ إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم. انظر كأن الكلام يجر الوبال ويبعد عن حضرة ذي العزة والجلال. فإذا أردت السعادة فاحبس من يحبسك، إذا أردت النعيم فاحبس من يوردك الجحيم، إذا أردت القرب فاحبس من يصل بك إلى البعد، إذا أردت قرب ذي العزة والجلال وأن تكون خير إنسان فاحبس هذا اللسان. ما من يوم ينشق فجره إلا وتجتمع الأعضاء جميعا على اللسان. اتق الله فينا فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. أحد الصالحين يقول ما وجدت شيئا أحوج إلى طول حبس من اللسان. ألم تر أن ربك جعل الأذن مفتوحة وجعل الأنف مفتوحا وأغلق على العين بغشاء ثم وضع اللسان في سجن له أربعة أبواب؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ الله عز وجل يقول لك إن هذا اللسان تطبق عليه شفة من أعلى وشفة من أسفل وأسنان من أعلى وأسنان من أسفل، ومع ذلك تخرجه ليوردك الموارد. حبسته لك وأنت فككت حبسه، أسرته لك وأنت فككت قيده، قلت لك احذر وأنت لم تحذر. إذا أردت أن تصل إلى النعيم فاقرأ به كلام رب العالمين، إذا أردت أن تبتعد عن الجحيم فصل على خير المرسلين. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. جماعة من الشباب يمرون على خولة رضوان الله عليها يتماوتون، مشية المتماوتين. قالت ما هذا؟ قالوا نتخشع، كأن الخشوع لا يكون إلا بالتماوت، كأنه لا يسمى خاشعا إلا من استموت في مشيته. قالت لهم كان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه أعظم الناس خشية، وكان إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع. هذا لا علاقة له بالخشوع، هذه مشية الكساحة، هذه مشية الخانعين الأذلاء. أما أهل الخشوع فخشوعهم بينهم وبين ربهم، أما عيشهم في الحياة. قال الله ليحيى عليه السلام يا يحيى خذ الكتاب بقوة. من يحمي قيمنا وأخلاقنا إلا يا يحيى خذ الكتاب بقوة. من أين تأتيه هذه القوة؟ من صلاة الفجر، من قيام الليل. قيام الليل مصنع الرجال. رب العالمين لما أراد أن يحمل النبي عبء الرسالة قال له يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إذا أردت أن تقوى بالنهار فقف على باب مولاك ليلا. يأتي رجل إلى الحسن البصري فيقول له يا تقي الدين حاولت مجتهدا أن أقوم الليل وعجز، أصلي العشاء وأصلي الرواتب بعدها وأنام، لا أستيقظ إلا لصلاة الفجر، واجتهدت أكثر من مرة أن أقوم بالليل فعجزت. قال يا ابن أخي لا تعصه بالنهار يوقفك بين يديه بالليل، لأن الوقوف بين يديه
نعمة للعباد المحبوبين لديه، فلا يوقف بين يديه إلا من أحب. يسأل آخر: لماذا لا أستطيع أن أقوم لصلاة الفجر؟ لأنك عصيته بالليل أو غفلت عن ذكره بالليل، ولو ذكرته بالليل لأوقفك بين يديه بالنهار. فأكثر من استغفارك لربك، فإذا داومت الاستغفار غسل الله لك الذنوب والأوزار، ومن عليك فقبلك بين يديه بالليل والنهار. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم احفظنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارفعنا بالقرآن، اللهم ارزقنا بكل حرف في القرآن عزة، وبكل كلمة في القرآن كرامة، وبكل آية في القرآن رفعة، وبكل سورة في القرآن صيانة، وارزقنا بالقرآن وبكماله عزا ورفعة وكرامة وصيانة، واجعلنا ممن حفظ القرآن فحفظه القرآن، وممن قرأ القرآن فرفع بالقرآن، وممن عمل بالقرآن فأخلص العمل لك يا رحمن، فحشرته في أهل القرآن في صحبة خير إنسان. وصلى الله وسلم وبارك على خير إنسان. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، لننال بذلك أجمل هدية وهي الهداية والرشاد والنجاة من الحبائل الشيطانية، ووفقنا لما تحبه وترضاه، فأنت سبحانك لا ترضى لنا إلا الحياة الإيمانية، ولن نهتدي يا ربنا إلا إذا هديتنا ووفقتنا لما يرضي ذاتك العلية. واحفظ يا ربنا أمتنا المصرية، واجعلهم في رباط وسلام وأمان وأمن ونعم أبدية، ووحد صفوف الأمة العربية والإسلامية. استمعنا إخوة الإيمان لهذه الكلمة الإيمانية من فضيلة الشيخ الدكتور الشحات السيد عزازي من كبار علماء وزارة الأوقاف المصرية في هذا اللقاء الإيماني في هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من مسجد رمضان شافعي بكفر طحا بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، والتي يختتمها الشيخ ضياء محمد الناظر بهذه الابتهالات الدينية. عطر الدنيا بذكر المصطفى، عطر الدنيا بذكر المصطفى، إنه روض البرايا أجمعين. ربه أثنى عليه وكفى، ربه أثنى عليه وكفى، رحمة الله في دنيا. سيدي يا رسول الله، أنت الحبيب، وكلنا لك يعشق، نتشوق حزت الملاحة والبصاحة يا نبي، حزت الملاحة والبصاحة يا حبيبي، حتى